بسم الله. في برنامج نفس وركس بنلاقي حاجة اسمها فايند ايتم. لو انا بدور على عنصر تايه ببدأ اختار انا عايز ادور في ايه بالظبط، وهاجي هنا من الكاتيجوري اقول له انا عايز ادور مثلا على ايتم يكون اسمه مثلا بيساوي كذا، او من غير اسم ممكن اقول له مثلا ايه الخاصية اللي ممكن تدور من خلالها، ممكن مثلا خلال طيب require layer material اي حاجة من الحاجات ديت، او هنا مثلا خليها فيس الفيس بتاعها يكون اسمها او ما تكونش فيها او تحتوي على ان يكون استراكشر. مثلا هنا اقول له مثلا انا عايز اكون في ليفل الليفل بتاعي يكون اسمه بتساوي مثلا ليفل 3. تمام، تقدر تحط اكتر من خاصية يقدر يدور من خلالها يجيب لك العناصر ديت. يعني ممكن تقول له انا عايز الابواب اللي موجودة في الدور التاني اللي لونها احمر ويكون مرسوم عليها وردة، وكل الخصائص اللي انت عايز تقدر تحطها تحطها هنا، وبعد كده تقول له find next. تمام، فيبدأ يجيب لك العناصر ديت. تمام، find all يبدأ يجيب لك كل العناصر اللي فيها الخصائص اللي انت عايزها، وتقدر تقول له hide and select فيجيب لك الحاجات بس اللي انت عايزها. تمام، دي من ضمن الحاجات اللي بتسهل عليا ان انا الاقي عنصر معين تكون مثلا عايزه تعمل له حصر، عايز تعمل له كلاش وهكذا.